حلقتنا النهاردة عن المعلومة، المعلومة لما تكون علمية ولما تكون استخباراتية. يعني في معلومة تبني أمة ومعلومة تحمي أمة، في معلومة يجب أن تكون على المشاع ننشرها ونوعي بيها، وفي معلومة يجب أن لا تظهر ولو إلى حين. معلومات الاستخبارات ومعلومات الاختراعات أحياناً بيتقاطعوا في صراع الدول، إنما في حلقتنا النهاردة مش هيتقاطعوا، هيتوازوا، وإذا كانوا مثنى هيبقى يتوازيان. معلومة عن اختراع قد يقي هذا البلد من شر قريب، ومعلومة من رئيس جهاز المعلومات أو رجل المعلومات في مصر سابقا. حلقة اليوم هيكون فيها علم واستخبارات وسياسة، كل بقدر. خليكم معنا. رجل المخابرات هو إنسان بالدرجة الأولى، والكلمة اللي أنا قلتها أنا أتحمل مسؤوليتها. احنا برنامجنا ما بيقدمش اختراعات كده، لازم نعمل التجارب قدام الناس. ولو كان هناك خطأ كنت اتحاسبت عليه. الجيش الإسرائيلي أعلن اعتماده أو تصنيع جهاز مماثل. أنا شايف إن مصر فيها كل المقومات اللي تخليها في مصاف الدول الكبرى. واحنا مش محتاجين حاجة خالص. بيعبي الهواء في أزايز. يخلق حياة في أي صحراء. ده يبقى جوجل ايرث ده اكبر جاسوس في اتجاه لتقسيم ليبيا ميه من الهواء. اذا كان هناك ترشيح للمشير السيسي فكلنا وراءه. انا رحت للبخار جبته، لا مجال للتفاوض مع خاطر.